بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة، الزملاء، محامي مصر، الزميلات والزملاء الأعزاء من الوطن العربي وإفريقيا، أبنائي الأعزاء من شباب المحامين، تحياتي إليكم جميعا. تعودنا في عدة حلقات سابقة التنوع في الموضوعات بعدة حلقات عديدة في القانون المدني والدعاوى المدنية، وبناء على طلباتكم تنوعنا في بعض الحلقات المرتبطة بالمحك العملي لإحداث توازنات متنوعة ولنحقق هدفنا الدائم في بناء فكر وملكة قانونية قوية التي طالما نؤكد عليها. واليوم إن شاء الله سنتناول موضوع هام جدا والعمود الفقري في كل الدعاوى، ألا وهو الخبراء وكيفية التعامل مع الخبراء. أولا، كيف وصلت الدعوة إلى الخبراء؟ هناك العديد من الدعاوى المدنية، بل وأغلبها يحتاج الفصل فيها إلى أهل الخبرة في ذات مجال الدعوة، سواء مهندسين أو خبراء هندسيين إذا كان الأمر كذلك، وخبراء زراعيين وطالما كان النزاع يقع على أرض الزراعية، أو حسابيين إذا كان الأمر متعلق بدعوى حسابية أو ضريبية أو ما شابه ذلك، أو في الطب الشرعي إذا كان هناك طعن بالتزوير في الورقة المقدمة بملف الدعوة وسند أي من الخصوم في طلباته. وقد يكون ذلك في الدعاوى الجنائية بانتداب المعمل الجنائي أو الطب الشرعي في قضايا هامة مثل الحرق العمد أو القتل العمد أو المخدرات، وفي فحص الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة لإثبات علاقتها بالجاني وما اقترفه في حق المجني عليه، لتحقيق البصمات وغيره من الآثار كالأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة والنتائج الواقعة أو التي تنتج عن استخدام هذه الأداة، وعما إذا كان ذلك ينتج عن استخدام الأداة من عدم، إلى آخره من تقارير السادة الخبراء. وكثيرا جدا من الحالات المتعددة في كل قضاء في كل أنواع القضايا، حيث تقر المحكمة وتقرر بحكم تمهيدي في الدعوة المنظورة أمامها بندب خبير في الدعوة، وتحدد المحكمة في الحكم المأمورية التي يقوم بها الخبير من معاينة العقار إذا كان ذلك، والاطلاع على المستندات من الطرفين ومناقشة الطرفين في أسبابها دون حلف يمين، وإن كان لديهم شهود، ليخلص في النهاية بتقرير يوضعه الخبير في الدعوة منهي للموضوع بنتيجة نهائية تكون في أغلبها منطوق حكم المحكمة. يصدر الحكم التمهيدي بندب الخبير في الدعوة بعد تحديد مأمورية الخبير، تحدد المحكمة أمانة خبير يدفعها من طلب ندب الخبير، وفي الغالب يكون المدعي، مقابل مصاريف الخبير، وتكون شرط لاستكمال الدعوة، وذلك حيث تحدد المحكمة في حكمها التمهيدي جلستين، إحداها أو الجلسة الأولى لسداد أمانة الخبير، ولا بد من سداد الأمانة قبلها، لأنه لو لم تسدد الأمانة تكون جلسة الأمانة لنظر الدعوة، وتحجز المحكمة الدعوة للحكم فيها وتقضي برفضها. أما في الجلسة الثانية المحددة بالحكم التمهيدي هي لنظر الدعوة في حالة سداد الأمانة، حيث تحال الدعوة إلى مكتب الخبراء، وتكون هذه الجلسة لإيداع تقرير الخبير والفصل في الدعوة. وإذا لم يكن الخبير المنتدب في الدعوة قد أنهى مأموريته حتى نظر الجلسة التي حددتها المحكمة، يتم تأجيلها لجلسة أو عدة جلسات أخرى لحين إيداع الخبير تقريره في الدعوة بعد الانتهاء من المأمورية التي ندبته المحكمة من أجلها. إذن وصلت الدعوة إلى مكتب الخبراء،
يرسل الخبير المنتدى فيها الدعوة خطابات مسجلة إلى أطراف الخصومة لاستدعائهم إلى جلسة يحددها باليوم والساعة للحضور لمناقشتهم في مكتب الخبراء. وقد يتعمد المدعى للتلاعب بوقت الدعوة لإطالة أمد المناقشة وبالتالي إطالة أمد التقاضي، وذلك بعدم الحضور في الجلسة المحددة حتى يؤجل الخبير نظر ومناقشة الدعوة إلى جلسة أخرى لإعلان الطرف الذي لم يحضر مرة أخرى. إذا كنت أنت المدعي فأنت أحرص واحد في الدعوة تريد سرعة الفصل فيها وإنهاء الموضوع لمصلحة موكلك وإنجاز مهامك والحصول على مؤخر أتعابك، ولذلك عليك الحضور أمام الخبير من أول جلسة ملتزما في الموعد المحدد وفي ملف قضيتك كل المستندات المؤيدة لموقف موكلك، وتثبت أقوالك حضورك أمام الخبير لإثبات جديتك، واثبت أقوالك وقدم مستنداتك حتى ولو لم يحضر المدعى عليه، حتى إذا منحه الخبير أجل آخر ليكون حضورك الإيجابي شبه إنهاء للدعوة. وإذا حضر المدعى عليه فعليه الرد على مستنداتك ونقاشاتك في الدعوة، ثم إذا ما فعل ذلك لك أن تكون إيجابي في الحضور بمناقشة الخصم وتوجيه أسئلة إليه عن طريق الخبير المنتدب في الدعوة لاستيضاح أو توضيح عنصر هام مؤثر في عمل الخبير أو في النتيجة التي سيصل إليها. ولذلك نؤكد على أهمية الحضور الإيجابي في المناقشة أمام الخبير المنتدب في الدعوة، ولا يكون حضورك مجرد حضور سلبي لإثبات الحضور والتأجيل ومماطلة في عدد الجلسات إذا كنت أنت وكيل المدعي الحريص على دعوة المدعي والحريص على سرعة الفصل فيها وإنهاء. إذن كانت الدعوة من الدعاوى التي يحتاج الخبير فيها لشهود من الجيران أو شهود حضروا مناقشات أو جلسات عرفية أو شهود حضروا الواقعة فعلا، تطلب من الخبير سماع أقوالهم حول الواقعة التي تكون موضوع الدعوة أمام الخبير المنتدب فيها، ويحدد الخبير موعد ليحضر كل طرف فيها الدعوة شهوده فيها لمناقشتين بشأن موضوع الدعوة، ويكون على الأقل ويستحسن أيضا شاهدين. وقد يفرض الخبير على طرفي الدعوة إحضار الشهود ساعة المعينة لتكون حال المعينة جلسة واحدة مناقشة الشهود وإجراء المعينة على الطبيعة على عين التداعي محل الدعوة المنظورة أمام الخبير. وعليك إحضار شاهدين سواء في مكتب الخبراء أمام الخبير أو إذا كان الخبير طلبه في موقع المعينة، ويكون على دراية كافية، الشهود بتوعك يكون على دراية كافية بموضوع الدعوة وموقفك فيها وحق كل طرف فيها، وذلك لأن شهادتهم ستسهل على الخبير اتخاذ موقف إيجابي في النتيجة النهائية وحسم موضوع الدعوة في جانب أي من طرفي الخصوم. ثم بعد ذلك إذا كانت الدعوة تتعلق بعقار سواء كان أرض زراعية أو فضاء أو عقار مبني أو منقول في عقار يدر دخلا مثل دعاوى الريع، يحدد الخبير موعدا للمعاينة على الطبيعة على عقار التداعي وبالتنبيه على طرفي التداعي بمحضر مناقشة الخبير الذي يماثل محضر الجلسة، ويوقع طرفي التداعي بالعلم بالموعد وبالجملة كل محضر جلسة أمام الخبير يوقع عليه كل من طرفي التداعي أو كل أطراف التداعي. لذلك نؤكد على التركيز أمام الخبير في المعلومات وتوظيف مستنداتك لمصلحة موكلك
بالتوافق مع المناقشة، ولأن كل كلمة ستذكرها في محضر جلسة المناقشة ستوقع عليها وتكون دليل سواء أمام الخبير الذي تتناقش أمامه أو أن يحتج بها خصمك أمام خبير آخر أو في دعوة أخرى أمام المحكمة. وقد يكون الإخفاق أو الإهمال أمام الخبير سبب مؤثر في موقف موكلك في الدعوة والحكم الصادر فيها. ولذلك نؤكد على ضرورة أن يكون حضورك أمام الخبير المنتدب في الدعوة حضور إيجابي، سواء بالمناقشة في موضوع الدعوة وفق طلباتك في صحيفة الدعوة ومستنداتك التي قدمتها أو التي ستقدمها أمام الخبير، أو بمناقشة الخصم أمام الخبير في كل النقاط التي تريد توضحها أو استيضاحها أمام الخبير، ليكون حضورك مثبت لموقف موكلك في الواقع الذي تريد الفصل فيه. طيب، انتقل الخبير للمعين. أثناء المعاينة لابد أن تكون إيجابي. أثناء المعاينة لربما يكون الطرف الآخر قد اتخذ من أفعال في الفترة البينية من المناقشة للمعاينة، يعني الفترة اللي بين المناقشة في مكتب الخبراء أو إلى اليوم الذي ينتقل فيه الخبير للمعاينة، هناك فترة عدة أيام أو أسابيع بين المناقشة الفعلية في المكتب وبين الانتقال فعلا لمعاينة العين محل التداعي. قد يتخذ الخصم اللي هو وضع يده على العين بعض الأفعال لتغيير شكل العين التي سيتم عليها المعاينة لتختلف صورتها أو شكلها عن الموضح بصحيفة الدعوة، حتى يختلط الأمر على الخبير المنتدب فيها ويكون التقرير متناقض مع صحيفة الدعوة. ولذلك أنا بقول لابد أن يكون حضورك إيجابي حتى في المعاينة على العقار. ليه؟ لأن لو حصل أي من التلاعب اللي أنا ذكرته لابد أن توضح ذلك للخبير وتجعله أن يثبت ذلك في المعاينة. إقامة سور جديد مثلا واضح من المباني أنها مباني حديثة وجديدة، أو القيام بأي فعل حديث لم يرد في صحيفة الدعوة، أو إذا كان موصوف في مستند آخر توضح هذا الأمر للخبير ليثبت في المعاينة أنه تم التلاعب في العين محل المعاينة حال إجراء المعاينة اكتشف هذا التلاعب. فلابد أن توضح ذلك أثناء المعاينة. وإذا كان هناك شهود من الجيران لإثبات هذه الأعمال الجديدة التي تعمد الخصم أن يقوم بها لتغيير ملامح العين محل المعاينة وتاريخ إنشاء هذه الأعمال الجديدة، تجعل شهودنا الجيران لإثبات ذلك، وذلك بإحضارهم أمام الخبير حال المعاينة وفي موقع المعاينة لإثبات ذلك، أو يحدد الخبير موعدا لحضورهم بمكتب الخبراء لسماع شهادتهم بخصوص التعديلات وسببها ومن قام بها وتاريخ إحداثها، اللي هي التعديلات اللي بقول عليها بيتعمد خصمك لإجراءها على العين محل النزاع، وذلك لتغيير ملامحها أو صورتها التي سبق أن شرحتها في صحيفة الدعوة عن الواقع على الطبيعة التي سيعينها الخبير. وأوضح أنه لابد أن يكون بينك وبين موكلك تواصل أثناء نظر الدعوة، سواء كان ذلك أمام المحكمة أو الخبير، بحيث إذا حدث أي تعديلات في عقار التداعي أو أي تصرف قام به الطرف الآخر أو الخصم بقصد الإضرار بموقف موكلك فعليك حال العلم بذلك أن تتخذ إجراء رسمي بمحضر إثبات حال عن ذلك في حينه، وتطلب فيه المعاينة كما ذكرنا في الكبسولة التي سبق أن ذكرناها، رجعوها لتثبت حق موكلك وتلاعب الخصم حتى لا يكون ذلك ذو أثر سلبي على موقف موكلك، بل توظف ذلك بأثر إيجابي للتدليل على سوء نية خصمك، وليودع الخبير تقريرا منهي للخصومة يودعه للمحكمة، يكون إن شاء الله نتيجة عمل جاد وموفق لمصلحة موكلك، ويكون الحكم لصالحك بإذن الله.